وإلى شأن آخر، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت أنه سيناقش مع كافة المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية بالمراحل القادمة للحرب. المزيد في هذا التقرير. المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى، هكذا قال وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت للمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين خلال الزيارة التي يجريها في واشنطن، مشيرا إلى أن إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة الثالثة من الحرب وهي التفرغ للبنان. جالانت بحث أيضا مع هوكشتين مسألة الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، خاصة في ظل استمرار التصعيد الخطير على الحدود مع لبنان، كما أكد جالانت التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية. المباحثات الإسرائيلية الأمريكية المستمرة في واشنطن لن تتوقف عند هوكشتين فحسب، بل يخطط جالانت للقاء كبار مسؤولي البنتاغون لمناقشة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وكذلك لمناقشة التصعيد على الجبهة الشمالية. أريد أن أقول إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الذي تقوده الإدارة الأمريكية منذ سنوات وحتى الآن مهم للغاية. لا يوجد شيء أكثر حسما لمستقبل دولة إسرائيل باستثناء الجيش الإسرائيلي من العلاقة مع الولايات المتحدة على المستوى الأمني. هذا ما نتحدث عنه، نتفق على معظم الأشياء، وما لا نتفق عليه نناقشه بالتفصيل ونتوصل إلى تفاهم ونحل الخلافات، وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال في هذا الأمر كذلك. تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن جالانت لن يغادر العاصمة الأمريكية إلا ومعه الضوء الأخضر الأمريكي لشن حملة عسكرية على لبنان وضرب حزب الله بشكل أوسع، لكن إدارة بايدن قلقة للغاية من أي مغامرة قد تؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة. الزيارة المستمرة في واشنطن تزامنت مع تصريحات لبنيامين نتنياهو أشار فيها إلى التزامه بالمقترح الإسرائيلي وعدم التنازل عنه، متوعدا بعدم إنهاء الحرب على غزة دون إعادة الرهائن. أريد أن أرحب هنا بالاستوديو بضيفي يورام أتينجر، سفير إسرائيل سابق لدى الولايات المتحدة، تحياتي لك. إذن ما تقييمك لهذه الزيارة التي يقوم بها وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت إلى الولايات المتحدة بعد اتهامات نتنياهو لإدارة بايدن بأنها تحجب الأسلحة عن إسرائيل؟ علينا أن نضع الأمور في سياقها التاريخي الصحيح، أي أن هذا ليس التوتر الأسوأ بين الدولتين. وعمليا منذ العام 1948 وحتى اليوم كل رئيس كان دائما يضغط على رئيس حكومة في إسرائيل، في بعض الأحيان رفق الأمر في عدم إرسال طائرات حربية بتجميد اتفاقيات عسكرية بين الدولتين، ولكن دائما حينما رؤساء الحكومة الإسرائيليون صدوا هذا الضغط، الأمر جلب بعد توتر قصير المدى إلى تعزيز كبير في التعاون الاستراتيجي على المدى البعيد، لسبب بسيط أن الولايات المتحدة ليست بحاجة ل حليفة غير قادر على الوقوف أمام الضغوط. حليفة تواجه الضغوط هي الحليفة التي الولايات المتحدة بحاجة إليها. اسمح لي أيضا أن أرحب بأليف صباه، خبير شؤون الشرق الأوسط عبر خدمة سكايب. تحياتي لك سيد أليف. إذا الجانب الإسرائيلي يبحث في واشنطن نقاط أساسية مهمة، منها مواجهة لبنان وأيضا تخفيف القتال في جبهة غزة، هل يفهم حزب الله هذه الفكرة؟ نعم، باعتقادي حزب الله واضح الأمور بالنسبة له، وحتى لو استمعنا من هنا وهناك كلام حول الحزب يقول بأن أمريكا لن تعطي الضوء الأخضر، ولكن إذا استمعنا جيدا إلى الكلمات التي يقولها السيد نصر الله ويقول بشكل واضح أن احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد الحزب وضد لبنان بضوء أخضر أمريكي واحتمال وارد جدا، لذلك هو يطلق كل هذه التحذيرات والإنذارات
بأننا سنتعامل وآخر إنذار سنتعامل مع كل عملية كبيرة كأنها إعلان حرب. وجه كلاما واضحا للولايات المتحدة إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليات أي عملية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل ضد لبنان. هذا واضح بالنسبة للحزب، وباعتقادي أنا إنه يعني القيادة الإسرائيلية أيضا تقول هذا الكلام وبشكل واضح. وإذا عدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر، لسنوات كانت الجيش الإسرائيلي يقول لابد من قيام بعملية عسكرية ضد لبنان أو ضد الحزب من منطلق يعني عملية عسكرية للردع أو ل يعني قيام بعملية عسكرية ضرب القدرة العسكرية للحزب التي تتعاظم وتعاظمت منذ عام 2014 لغاية اليوم، هي تتعاظم هذه القوة والكل يعرف ذلك. خلال هذه الفترة، خلال فترة الحرب يعني 8 أشهر، تبين أن قوة حزب الله لا تتعاظم فقط وإنما تزداد دقة. يعني الأسلحة التي يستخدمها حزب الله أو استخدمها لغاية الآن هي أسلحة دقيقة، وكان يوصل هذه الأسلحة يستهدف فيها المواقع العسكرية ويصيب. هذا الأمر يعني أدى إلى إعادة النظر من جديد في وتأكيد على أن هناك ضرورة عسكرية للقيام بعمل عسكري ضد حزب الله. ولكن هناك سؤال يسأله كل إسرائيلي أو كل مسؤول، هل يمكن للجيش أن تنتصر في عملية عسكرية في مواجهة مع الحزب؟ الجواب لا. ولذلك يقول المسؤولون بأنه لابد من قيام بعملية عسكرية ضد لبنان، ضد لبنان بمعنى ضد المنشآت الحيوية، ضد المنشآت المدنية في لبنان. بالأمس كان هناك يعني تقرير من ديلي تيليغراف يقول بأنه لبنان أو حزب الله يخبئ. نعم، سأتحدث معك. نعم، سأتوجه إلى ذلك بعد قليل، ولكن اسمح لي أسألك هذا السؤال. يعني في ظل الحديث في زيارة جالنت إلى الولايات المتحدة، هناك الملف جبهة الشمالية هناك، وسيطرح على موضوع الأسلحة وأن يكون هناك تصعيد في الجبهة الشمالية. السؤال الأهم، هل هناك استراتيجية لحزب الله بالتجهيز لما سيحصل في بعد زيارة جالنت، أو إذا كان هناك تصعيد في الجبهة الشمالية؟ نعم، باعتقادي يعني احنا في الاسبوع الماضي تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا، وانا قلت على اكثر من وسيله اعلاميه، انه اذا امريكا اعطت الاسلحه التي تريدها اسرائيل اعطتها، عمليا هي تعطي الضوء الاخضر ليس فقط لاستمرار العمل العسكري في قطاع غزه، ربما بالعكس تماما، ربما هذه تكون لايقاف العمل العسكري مقابل ما يريده نتنياهو وما يريده الجيش للقيام بعمليه عسكريه في لبنان. هذا ضوء أخضر للقيام بعملية عسكرية في لبنان، وباعتقاد أن الحزب يستعد لمثل هذه اللحظة. يبقى السؤال، من الذي سيبدأ وكيف سيبدأ؟ إذا قامت إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة دون أن تعلن أنها حرب، هل سيرد الحزب بعملية عسكرية كبيرة أيضا؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني، في الوقت الحاضر الإعلام الإسرائيلي يقول، الإعلام العسكري والحكومي يقول بأنه هناك يعني إشارات أن الحزب سيقوم بعملية استباقية، عملية استباقية قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية كبيرة. هذا يمكن أن يكون يعني كمان تبرير لعملية عسكرية استباقية يقوم بها الجيش الإسرائيلي. الدعاية أو التقرير اللي صدره التليغراف ويشير أن هناك استهداف أو سيكون استهداف، أو أن المطار تحول إلى نقطة استهداف لدى الجيش الإسرائيلي. كل هذه الأمور يعني تشير أن الحرب على لبنان قادمة، حتى لو تأجلت قليلا ولكنها قادمة، ولن تكون مواجهة عسكرية مع الحزب، إلا إنما ستكون حرب على لبنان. وهذا ما يفهم من كل التصريحات الإسرائيلية. إذا حصل أن يعني تم التنسيق بين جالنت و يعني مقابليه في الولايات في واشنطن بأن تكون هناك حملة عسكرية محدودة، سموها محدودة ولكن كبيرة، هذه الحملة العسكرية الكبيرة لن تكون محدودة حتى لو سميت كذلك. الحزب سيعتبرها بداية حرب أو إعلان حرب حتى لو لم يتم إعلان الحرب، وبالتالي سيرد عليها بعمل كبير. نعم. عمل كبير سيطال منشآت
ليس فقط عسكرية، سيطال ميناء حيفا، سيطال مواقع عسكرية، مصانع عسكرية والأخري، ستكون عملية عسكرية كبيرة بالمقابل. نعم. في مثل هذه الحالة لا إسرائيل يمكن أن تصمت ولا حزب الله يمكن أن يهدأ، وهذه الأمور سوف تتدحرج إلى حرب إقليمية أردنا أو لا نريد. هناك من يريد أن يحولها حرب إقليمية، ولكن المسألة لن يعلن أحد أنه يريد تحويلها إلى حرب إقليمية، ولكن التدحرج هذا الأوتوماتيكي الخارج عن السيطرة هو الذي يحولها إلى حرب إقليمية. نعم سيد إيتنجر، يعني مرة أخرى أعود معك إلى الحديث عن كل ما يتعلق في قضية نتنياهو والولايات المتحدة. نتنياهو يرفض، يريد فقط إجراء يعني صفقة جزئية، ويرفض أن يتحدث عن مستقبل غزة أو ما بعد الحرب، ويهدد بأزمة مع الولايات المتحدة. لماذا على واشنطن أو الولايات المتحدة أن تستجيب لمطالب إسرائيل بينما نتنياهو يتجاهل مطالب ومصالح الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن وزارة الخارجية الأمريكية وتحديدا وزير الخارجية هم الذين يتجاهلون من المصالح الأمريكية. الوزير بلينكين يسعى لمنع تدمير إسرائيل للبنى التحتية العسكرية لحماس وأن تفتح بحرب استباقية ضد حزب الله في وقت حزب الله ضليع بشكل كبير مع كل تجار المخدرات في المكسيك وكولومبيا وبوليفيا والإكوادور والبرازيل بهدف إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات القاتلة. كل سنة في السنوات الأخيرة يقتل أكثر من 100,000 شاب أمريكي بسبب تهريب السلاح، تحديدا مخدر الفنتيمول. مصلحة حزب الله هو زيادة هذه التهريب. حزب الله هو ليس حليف وشريك صغير لإيران، هو عدو بدرجة الأولى للولايات المتحدة. رئيس الإف بي آي قال في شهادة أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي أن منظمات إسلامية متطرفة يتم دعمها من قبل إيران وتحديدا حزب الله يعملون على أراضي الولايات المتحدة، وها هو وزير الخارجية الأمريكي يسعى أن يمنع من إسرائيل أن تضرب هذه المنظمة. حماس هي الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين لديهم ميثاقهم دستورهم الذي يتحدث عن تدمير الغرب الكافر وتحديدا الولايات المتحدة. ومرة أخرى وزير الخارجية يسعى لإقناعنا أن ننتقل من الخيار العسكري إلى الخيار السياسي، وأنا أعتقد أن ما هو مطروح اليوم هي مواجهة بين الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الخيار السياسي أثبت أنه السلاح الأفضل خدمة لحماس وحزب الله، وبين أولئك الذين يريدون الاستمرار في الخيار العسكري ما هو قد يجلب لنا 7 أكتوبر 2. اسمح لي أن أرحب أيضا بضيفي سيد أليف صباغ، عفوا دكتور جاك نيريا، ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء. تحياتي لك دكتور جاك. إذا عودة أيضا إلى زيارة جالانت إلى الولايات المتحدة، ونحن نعلم أن يعني جالانت هو ابن المنظومة الأمنية في إسرائيل، وهو الآن في الطريق يعني لحماية مصالح هذه المنظومة رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. مظبوط، بس الملف الأهم اللي عم بيعتني به جالانت هو الملف الإيراني، لأنه رح يجرب يفهم الأمريكان إذا يعني صارت مواجهة شاملة بين إسرائيل وبين حزب الله شو رح يكون موقف أمريكا من الصراع.
لانه نحن فاهمين، يعني اسرائيل فاهمه انه بالصراع بين المواجهه بين اسرائيل وبين حزب الله مش حتكون بس مع حزب الله، راح تكون مع الفصائل العراقيه الموجوده المنتشره بلبنان، مع الباكستانيين والافغان الموجودين بالجولان، ومع العراقيين وغيرهم من الحوثيين، واكيد 100% راح يكون في قوات من الحرس الثوري الايراني راح يجربوا ينتشروا على داخل لبنان حتى يحاربوا ضد اسرائيل. لسبب يعني اللي طالبوا بالملف الايراني جالانت هو انه يعرف انه امريكا رح تكون مسانده استراتيجيه ضد ايران، ضد الصواريخ الباليستيه والمسيرات والكروز ميسايلز اللي رح تبعتها ايران بحاله حرب مع بين اسرائيل وبين حزب الله، وهذا اهم شيء يعني اللي موجود اليوم على بين الطرفين، يعني بلا مسانده امريكيه 100% بالحرب ضد حزب الله وايران، يعني اسرائيل يعني رح تكون بوضع ضعف، وهذا رح يكون يعني فيه شيء يعني رح يكون رح يسيء على موقف اسرائيل بحاله حرب مع حزب الله. سيد أليف، مرة أخرى تحياتي لك من جديد. يعني بينما تهيئ إسرائيل الرأي العام لحرب إسرائيلية في مع يعني حزب الله في الجبهة الشمالية، يكتشف أن حزب الله يستعمل أساسات أو ممكن أن نقول منشآت مدنية أساسية كمطار بيروت، كما تحدثت عنه أنت في بداية بثك وتحدثت عنه صحيفة التلغراف، باستعماله للأسلحة وتخزينها في المطار. ممكن أن نقول باللهجة العامية، يعني أليس هذا أنهم بيلعبوا بالنار؟ يعني هذا ليس كشف، هذه كذبة كبيرة من الديلي تيليغراف وحكومة لبنان. يعني بالأمس كان لديها مؤتمر صحفي، وقالوا أنه سيشتكون، سيقدمون شكوى على ديلي تيليغراف في هذا الموضوع، لأن في الماضي يعني كان هناك دعاية كاذبة أيضا بأنه حزب الله يعني يخزن الأسلحة تحت أو في مرفأ بيروت، فتم قصف مرفأ بيروت وتدميره ولم يتبين أن هناك أسلحة، بالعكس تماما تم التأكيد على أن هناك لم تكن أسلحة، لم يكن هناك أي صاروخ وأي نوع سلاح في مرفأ بيروت. هذه الكذبة الجديدة هي لتبرير إمكانية قصف مطار بيروت. اللبنانيون حذرون ويدركون هذه العملية الاستباقية في الإعلام من أجل القيام بعملية عسكرية لاحقا، لذلك هم يعني قرروا أن يشتكوا على ديلي تيليغراف، لأن مثل هذه الدعاية قد تؤدي إلى تدمير المطار، ويتبين لاحقا أن هذه كذبة، بالضبط مثل ما دمروا العراق بكذبة أنه في أسلحة دمار شامل، تبين لاحقا أنه ما في أسلحة دمار شامل، ولكن مع ذلك تم تدمير العراق. دكتور جاك، يعني هل تريد ان تعقب يعني على ما قاله سيدي؟ خليني اعلق على اللي قاله أليف، يعني صاحبي أليف. الأمين نعم. اللي صار بمرفأ بيروت كان في متفجرات، يعني الامونيوم نيترات اللي تفجر صار مثل امبليزريه، هيدي وكل التحقيقات اللي كانت بلبنان بقضيه المرفأ كان حزب الله عمل كل شيء حتى يعرقل كل التحقيقات، وما لحديث اليوم يعني مش فاهمين شو صار بهالمرفأ، يعني مع انه قتل تقريبا 600 لبناني وثلث من بيروت راح دمرت بهالانفجار. لهذا السبب يعني ما يعني بجوز ما كان في صواريخ، مزبوط ما كان في صواريخ بس كان في متفجرات. دكتور جاك، انت على البرنامج هذا قلت انه في صواريخ تحت المرفأ. لا انا ما قلت انه في صواريخ، على البرنامج بعد ثلث ساعة من تفجير مرفأ بيروت كنت انا وياك على البرنامج هذا وقلت انه هناك تحت المرفأ في صواريخ، تبين انه هذه امونيوم ومش صواريخ. امونيوم يعني متفجرات اللي بيستعملها الجيش السوري وحزب الله بيستعملها بالبراميل، هي المسؤولة عن الامونيوم وليس حزب الله. الامونيوم هو مش متفجرات. يعني امونيوم مش صواريخ. هيدي ماده زراعيه للحقول. لا يعني أليف وحيرة، يعني فينا نضحك على الناس بس يعني ما نفكر الناس حمير. نضحك على الناس. عوده نعم، اسمحوا لي ان اعود الى ضيفي هنا سيد إتنجر ايضا في الاستوديو. نعم مطار صواريخ سيد نعم سيد أليف، عوده الى سيد إتنجر، يعني قائد أركان الجيش الامريكي يقول بان حرب اقليميه ستحدث في المنطقه وان او خاصه في اسرائيل، وان واشنطن غير مستعده لها. هل ممكن ان نعتبر من هذه التصريحات بان واشنطن يعني هذا يعتبر رد لها على الجبهه الشماليه؟
أنها لن تكون يعني لن تكون ضالعة في هذه الحرب. الموقف الأمريكي الحالي الذي يقوده وزير خارجية أنتوني بلينكين يعارض الخيار العسكري ويطمح لنقل إسرائيل من الخيار العسكري في مواجهة حزب الله وحماس إلى الخيار السياسي، ولكن مع هذا الأمريكيون لا يتجاهلون الدور الهام جدا لإسرائيل في كل المنظومة الأمريكية في الشرق الأوسط، وعمليا في كل مرة الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل منذ العام 1948 وحتى اليوم، وكانت هناك الكثير من الحالات في كل مرة ضغطت أمريكا على إسرائيل وإسرائيل صمدت أمام هذا الضغط وعارضته، رأينا أن العلاقات والتعاون بين البلدين بين إسرائيل وأمريكا توسعا وتعمقا، والسبب واضح، الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى حليف لا يستطيع أن يصمد أمام الضغوط، والولايات المتحدة تثمن عاليا حليفتها التي تعمل وفق مبادئ تاريخية وقيم ومستعد لأن تقف أمام الضغط الأمريكي وأن تعارض الضغط الأمريكي. واشنطن قالت أنها لا تسعى لحرب في أن تكون في المنطقة، ويأتي ذلك أيضا في ظل استمرار التهديد القائم لحزب الله على إسرائيل. هل بإمكان إسرائيل أن تتعايش مع هذا الوضع أيضا أكثر من الولايات المتحدة لا تريد حرب، وكأن الولايات المتحدة لم ترد أن تكون جزء من مواجهة الإرهاب في أفغانستان. هذا غير مهم الذي تريد الولايات المتحدة أو لا تريد، المهم أن الإرهاب الإسلامي في أفغانستان يطارد الأمريكيين، وكذلك الأمر هنا. الولايات المتحدة لا تريد حرب مع حزب الله ومع حماس، ولكن الأيديولوجيا أيديولوجية حزب الله وحماس هي أيديولوجية متطرفة، شرط تطبيقها هو القضاء على إسرائيل واستمرار العملية في مواجهة الغرب الكافر كما يسمونه، وعلى رأسه الولايات المتحدة. في هذا السياق لإسرائيل يوجد خيار أن تكون دولة ترد على استفزازات حزب الله، أو أن تكون دولة تقوم بضربة استباقية ضد حزب الله. لا شك أن الثمن الذي سندفعه في حال بدأنا في حال قمنا بحرب رد فعل سيكون باهظ مقارنة بالثمن الذي سندفعه لو قمنا بضربة استباقية. أعود إلى ضيفي دكتور جاك نيريا. إذا جالانت قابل عاموس هوكستون في الولايات المتحدة، برأيك هل كانت هناك أي فرصة لنجاح هذه الوساطة؟ والسؤال الأهم، لماذا لا يرى الجانبين أن هناك علاقة مباشرة بين الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية أي جبهة غزة؟ أكيد أنه لا إسرائيل لا أمريكا لا حزب الله معنيين بحرب شاملة، هذا الواقع. بس يعني مين ربط حاله مع مين؟ حزب الله ربط حاله بالجبهة الشمالية مع الجبهة الجنوبية. يعني لا ننسى أن حزب الله إن سمحت لي حزب الله أعلن أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار في الشمال إلا إذا كان هناك وقف إطلاق نار في غزة بمعايير حركة حماس. الآنية شو صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ إنه نحن مش هنتراجع، مش هنوقف الحرب بالجنوب لحتى ما نقدر نجيب عنا ببيتنا ونرجعون على بيوتهم 120 مخطوفين. يعني الحرب مستمرة، رح تكون مستمرة حتى إزالة الوجود السياسي والعسكري لحماس. لهالسبب يعني الجبهة الشمالية رح تضل مشتعلة. هلأني نحن شايفين إنه في خيارين، يا نحن رح نكون في حرب استنزاف مثل ما كان مثلا حرب استنزاف بينه وبين مصر ب 1973 ل 1974، يعني تقريبا سنه واكثر من هيك، يعني حيكون في ذات الشيء يعني بجوز مع حزب الله، يعني حرب استنزاف راح تطول على مدى سنه، على مدى اكثر من هيك، حتى تتغير الاوضاع، حتى ما يكون تتحسن الاوضاع بالجبهه الجنوبيه. هيدي يعني خيار واحد. وخيار الثاني انه نحن راح نتدحرج
حزب الله واسرائيل يعني بخطا انه واحد من الاثنين عملها ونحن نكون في حرب شامله. هيدا الموضوع يعني غيره ما فيها، لاني بهالوضع هيدا انت فكر انه هوكشن في يجيب حل دبلوماسي؟ ما في حل دبلوماسي. ومع مين؟ مع مين حل دبلوماسي؟ مين بيقدر يقدر ياثر على حزب الله حتى اول شيء يتراجع من الحدود ويقبل اي حل سياسي امريكاني؟ لانه هو من الامريكان هو الزاهق وما بده يسمع من لا من الامريكان ولا من الفرنسوية ولا من حدا. لاني هو انا قاعد لاني انا مستند عم حارب لبنان، وحرب لبنان رح يكون مسانده، حرب مسانده، جبهه مسانده للجنوب. وطالما الحرب بالجنوب دائمه انا رح ضلني بحاله حرب مع اسرائيل. هو شو قال يعني باخر خطابه؟ قال خطابه ده بدكم توقفوا النار، انه نحن نوقف النار من الجبهه اللبنانيه، من الجبهه السوريه، من العراق ومن اليمن. طيب وقفوا الحرب، يعني انتم لازم تقبلوا شروط، شو تقبل اسرائيل لازم تقبل شروط حماس لوقف اطلاق النار، يعني انه استسلام لشروط حماس لهالسبب. يعني مش هيدا الوضع مش معقول، وكل اللي عم يصير مع هوكشن هو كلام فاضي. دكتور أليف، سيد أليف صباغ، هل تريد ان تعلق على ما قاله دكتور جاك؟ نعم، حقيقه في الوقت الحاضر اداره بايدن تريد ان تسترضي حكومه نتنياهو، ولذلك أعتقد أنها ستقدم لها كل الذخيرة والأسلحة التي طلبها نتنياهو. ولماذا تسترضي نتنياهو؟ لأن نتنياهو في الشهر القادم سيكون له خطاب في الكونغرس. إن لم تقدم له إدارة بايدن هذه الأسلحة المطلوبة، سيكون الخطاب موجه ضد إدارة بايدن، وهذا لن يفيدها في الانتخابات، بالعكس سيضرها كثيرا في الانتخابات. ولكن بايدن يعتقد وكأنه يعني إذا استرضى نتنياهو سيكون الخطاب لمصلحته. أنا باعتقادي في الحالتين، إذا استرضى نتنياهو أو لم يسترضى نتنياهو، قدم له الأسلحة أو لم يقدم له الأسلحة، مع أنه لغاية اليوم قدم له أسلحة كثيرة جدا جدا جدا. نعم. 50,000 قنبلة ألقيت على القطاع الغزي، كلها صناعة أمريكية، كلها قدمت من أمريكا. أنا أقول حتى لو استرضى نتنياهو الخطاب لن يكون لصالح بايدن في الولايات المتحدة. لذلك إذا قرر بايدن أن يوفر على نفسه أفضل، يوفر على نفسه هذه القنابل، إضافة إلى ذلك هذه القنابل ستكون أو هذه الذخيرة الجديدة يطلبها نتنياهو ستكون ضوء أخضر لضرب لبنان. ويعلم بايدن جيدا أن نتنياهو يريد توريط أمريكا في حرب إقليمية حتى يصل إلى حرب مع إيران. أنا يعني أقدر، وهذا ليس جديد، أن أمريكا لا تريد في الوقت الحاضر حرب مع إيران، إنما تريد مسار سياسي كموازي لهذه الحرب العسكرية، مسار سياسي بين إسرائيل والدول العربية حتى تقيم هذا التحالف الإقليمي بين إسرائيل ودول الخليج العربية، تبني على هذا التحالف الإقليمي صراعات دولية. نعم. يعني تستقوي دوليا من خلال هذا التحالف الإقليمي حتى تتفرغ للصراع الدولي، وهذا هو الأساس لدى أمريكا. صراعها في الأساس هو صراع دولي. أي حرب في الشرق الأوسط لن تكون لمصلحة أمريكا، لأن مصالحها سوف تتضرر في الشرق الأوسط، حلفائها في الشرق الأوسط سوف يتضررون كثيرا، وعندها ستفقد الكثير من قوتها في مواجهة الصين وروسيا. طيب اخرته يعني هوكشتن شو عم يصير؟ لكن مع هوكشتن أليف شو راح يصير مع هوكشتن؟ لكن إذا سمحتوا لي اريد ان اتوجه هنا الى ضيفي الوقت. نعم سيد أليف، اريد ان اتوجه الى ضيفي إيتينجر. سيد أليف تحدث عن نقطه اساسيه ومهمه، وهي يعني ان اداره بايدن تريد ان تستعطف وتسترضي نتنياهو بظل خطابه المرتقب في الكونغرس الذي سيستخدمه ايضا لاغراض شخصيه ومصلحته الشخصيه، او ان يضغط على الولايات المتحده لكي يحصل على صفقه اسلحه تساعده في الشمال كما قال سيد أليف. لو كنت أنا مستشار نتنياهو كنت سأقترح عليه أن يشدد في خطابه حقيقة أن حرب إسرائيل ضد حزب الله وحماس هي حرب الولايات المتحدة في مواجهة أعداء مشتركين، واليوم حزب الله مع إيران منتشر في كل أمريكا اللاتينية حتى حدود الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك الكثير من
الخلايا النائمة داخل الولايات المتحدة. بموازاة ذلك كنت أقترح على نتنياهو أن يقول لا لبايدن، ولكن أن يقول للشعب الأمريكي الذي سيشاهد خطاب نتنياهو أمام غرفتي الكونغرس مجتمعان أن يشرح لهم لماذا إنشاء دولة فلسطينية وهو الهدف الأهم لوزير الخارجية بلينكن، لماذا إنشاء دولة فلسطينية هو أمر خطير للأنظمة العربية المؤيدة لأمريكا. دولة فلسطينية تعني نهاية النظام الهاشمي المؤيد لأمريكا، دولة فلسطينية تعني تحويل الأردن إلى دولة تسودها الفوضى وإلى ساحة سهلة للمنظمات الإرهابية الإسلامية، والدولة الفلسطينية ستلحق ضرر كبير للسعودية والولايات المتحدة. سيد رامي تنجير سفير إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. أريد أيضا أن أشكر ضيوفي دكتور جاك نيري ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية مستشار سابق رئيس وزراء، شكرا لك، وألي صباغ خبير شؤون الشرق الأوسط، شكرا لكم جميعا. وذلك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المشاهدة وإلى اللقاء.